من يحب الرب يؤدبه. ربنا سايب ناس كتير عمال تعمل ارهاب وشر وتخطط وهوب وراح عدد على راسهم. اليوم تقتل زوجتك واولادك وكل مالك يذهب لاعدائك، لعنات لا بركات. طب اللي ربنا بيحبه بيعمل فيه ايه؟ وابل نار. ايه؟ اصل هو كان بيسند ابراهيم ابنه البكر اللي هو هوش على النبي، ولما تخلى عنه طب ده بيقتل بشار وماله، والناس بتقتل وبيدافع عن الناس، ده محلل ربنا. وبعدين ايه؟ خدوا السنه ضحكوا على راسهم، السنه على طول مضحوك عليهم، حتى هنا في مصر وفي اليمن وسندوتشات. وبعد ما خلصوا بيهم مشوارهم في سوريا بيقطعوهم. مين بيقطعوا؟ حماس. حماس كانت هنا امبارح، النهارده عمل عمليه امريكا واوباما. عبد المنعم رياض ستيشن بيحكي لي مدير الاف بي اي ابن اخته، ويقول لي جيرانك عملوا عملوا عملوا، تعالى يا ماكل وقت امشي انا هوصلك، وبتنطط عليه. قلت انت ازاي تسكت على الموضوع زي ده؟ ده ناخد اي اخر مليم معايا واجر عليهم اقتلهم. اتاري زيزي والواد بتاع 23 طباخ اللي هو ورا شارع رمسيس كده ورا الشبراوي، عمل عبد الميت منهم رياض ستيشن. زيدي ضحكت على امريكا وبعتت دكتور اوباما وجد ده فيلم عشان الناس تشوفه كده تقول واو هنختاره وسايب علينا. اصل الامريكان هوب. طيب تعالى يا مايكل هوصلك، لا يمكن نسكافيه، استنى عندك يعدي يجيب جاي يعيط لي. مدير الاف بي اي بتاع امريكا بفضيحه لما تلموا على ابراهيم كلهم. ربنا مسك الامم كلها. يا من هذا الاتي من ادوم شهد له 60 ثيابه بيد ملطخه بالدمام؟ هو الرب دست الامم كلها ضدي. مين ابراهيم؟ بشار الاسد. ايران عثمان عايز ياخد كل حاجه. ماذا صنعت امريكا في باكستان؟ جنين في افغانستان، محميات طبيعيه، اذنست براقيا. طب وحماس بتعمل ايه؟ بتكفر الناس، بتقتلهم، تضرب عربية اسعاف. ليهم واحدة هنا ورا زيزي، زيزي حبيبة الكلب، هي مرات فاطمة مصطفى. العثمانيين بيجوا ستات مع بعض ومجموعات سلام وبتاع. والسلام ما بني على باطل فهو باطل. هو ده سلام؟ سلام مع الشيطان؟ تصالحوا مع ابليس وذرة ربنا واهينوا الله؟ الله ينزل وابل من النار، يمطر الرب جمر نار على الاشرار. اليوم تقتل زوجتك واولادك وكل مالك لاعداء بيوتكم قبوركم. ده انا بعد اخو مراته، انا بعد الوصفه اللي عملتها دي سيطلع على مي حماس وبنقتل. خدوا عربيتين اسعاف شبيحه المواطرات المصريه، طلعوا على فين؟ على منشيه البكري، قتلوا 20 ضابط سنة كفر يا ولاد انفاك، بتوع 23 طباخ وبتوع 10 روبي، الشيخ صلاح والشيخ داني اللي كانوا في السعودية من 42 سنة بيكفر المسلمين وبيقتلوهم. امبارح مع حماس بتجيب عرس ويا جهاز تجسس، احنا ندي معونة، احنا يعني المسيحيين بتوع العالم، وهم ياخدوها يحموا بها الارهابيين. حكومتي ارهابية، بيطلعوا المتظاهرين ويضحكوا عليهم. وفيلم مسيء، لا ده في 200 فيلم مسيء في ايران، كل يوم هيطلعوا لكم كارت وحب. الشيخ صلاح قال هضرب على ربنا صاروخي ده بالكاتيوشا عشان ما كبش تراب. الله يمطر جمر نار. الناس اللي بتهين الله ملعون من يستهين بك يا رب، ملعون العاهرة. بحت عيال يقتلوا محمد، ذبح محمد البان شربت. قلت له ليه وانت قاعد لعند اخته مالها؟ يعني في القهوه. وبصوا بصوا اللي هي واقفه بره ده وانتوا سامعين صوتها، اللي هي قبل كده سجلت لها وهي بتقول لي انا بصورها وهي بتزني مع الزاني محمد ابراهيم جوز زيزي، وهم بيعملوا عمليات ارهابيه مع عمر سليمان. حسن نصر الله قال احنا عندنا كوادغ، يعني كوادر مش من صغيه، لكن احنا بنورد ناس، بيورد الشر. مش ده اللي ربنا قاله لدانيال النبي؟ ومصر اخربها. مصر اهي عواهر بياخدوا 5000 كل واحدة في المخابرات المصرية. زواني إرهاب، حماس، كل واحدة تسحب لها حماس وطخ آخر يوم في صيام رمضان. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ طب استنى لما رمضان يخلص. قال لي لا إحنا لازم، ده رمضان بتاعنا بتاعك، الأزهر بتاعهم، رمضان بتاعهم،
والحرام ما تظلميش، والعربيات اللي جت من القوات المسلحة بالبادج بتاعها، والاثنين الامريكان اف باي دلوقت بقوا 5 سودانيين بس اسلاميين باي اوباما. اوباما ما بطلش عمليات ارهابية، اوباما مش عايز يبطل الا لما ربنا يكسر رقبته ويكسر رقبة اللي هنا. And this message to black mafia: if you didn't kill these people dirty in Egypt, they are the terrorists, no all the world, God will kill you also black mafia. You must kill Zizi Habib الكلب فاطمة مصطفى. هدى السلام، السلام ان هو يقول انا رايح اعمل سلام مع فتح ويعمل عمليات ارهابية، وريني الترابيزة وريني عملت ايه. السلام ان انا اقول انا جاي اعمل سلام وبعمل عمليات ارهابية، اقعد مع المأمور ده انا عايز اصالحها ومتوبعت اكتر واحد. هو ده السلام. اله السلام ينتقم من كل من يعمل شر. كل العيلة اللي فتحت مخازن القوات المسلحة هنا في 23 طباخ وبسطها لصلاح وسامي وزيزي وفاطمة مصطفى عشان يبعتوها للقذافي يكثروا بها المسلمين، وفي الاخر بيطلع احنا، احنا قلنا المسلمين كثرة فجرنا لكم 160 كنيسة في نيجيريا بمرات حبيب الكلب غطي شعرك واحرق وركك. انا مش عارف الشباب صار في ايه. روحوا شوفوا في ابراهيم الدسوقي بتاع شركة الكهرباء الدار اللي هتحرجها، زي ما قلت لكم هتحرج الوزارات عشان على الكمبيوترات، وحرجت وزارة السياحة ووزارة الداخلية عشان تخفي رسائل لإيران سنمحي المسلمين من على وجه الأرض هكذا، ويطلعوا في مواسير المية. لا دي دولة عثمانية، هاتي الفلوس اللي بعتوها لنا خدها للشيخ صلاح الفردة العثمانية. شيخ صلاح الفيلم بتاع حرامي الشقة. ما علينا، هل هذا هو سلام يا حماس؟ كل ما تيجي تعمل عمليات إرهابية وتقتل الأهلي والناس هما اللي قالوا ان حماس جت قتلت هي وجوز مرات حبيب الكلب ومرات حبيب الكلب ومحمود برك الكلب 122 قاتل متظاهرين ومأمور الويلي. احنا بيحكمنا عصابة؟ وزير الداخلية يجيب إرهابيين عندنا في مطار الصناعية يحكمنا عصابة؟ ايه القرف ده؟ لا، الله هو ينزل وابل من النار على مصر، بس مش زي بتاع روسيا. يا روسيا ربنا بيحبك، ارجع اسند ابراهيم، بلاش تبقى غبية زي